أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا أخرى. اليوم من بن سليمان، من أمام المحكمة الابتدائية ببن سليمان. اليوم كان تقديم ديال كنزة والمشغلة ديالها والزوج ديالها، فكيف شفتوا معنا في العنوان اعتقال مشغلة كنزة. غادي نشوفوا مع كنزة فاليوم من 9 ديال الصباح وحنا هنا إلى حدود ساعة عاد تخذ القرار ديال اعتقال المشغلة والزوج ديالها. كنزة اليوم من 9 ديال الصباح وانت هنايا. الصباح حنا قالت هنايا، ولكن ما كانش داكشي على، يعني كانت واحد النتيجة اللي زوينة، فهمتي؟ ماشي ضيعنا الوقت. يعني احكي لي شنو اللي وقع اليوم. صراحة تقدمنا قدام مجلس الوكيل الملك وحكيت لي داكشي كامل اللي وقع، المهم عرفني من اللي راني ما فهمتي، حيت هما قالوا ديك الهضره ما ماشي بحال هضره، فهمتي؟ كل مره كيبدلوا الهضره يمنا في الشعر هما. واش كان انكار من جهتهم؟ اه كان انكار بزاف، حتى الهضره ديالهم بدلوها، ماشي كان يعني قالوا عند في الوزنيقه مش بدلوا، كل مره كيبدلوا الاقوال ديالهم، ما عندهمش نفس الاقوال، فهمتي؟ كل مره كيقولوا شي حاجه جديده، يعني كيبقاو يدخلوا ويخرجوا في الهضره باش يسلكوا راسهم. كيقول لك حنا ما ضربناش ما درناش، فهمتي؟ كتخرجي بوحدك وكيضربك شي واحد في حانوت ولا سخرتي، واخا انا ما كنتش كنخرج لا والو. قال لك ملي كتخرجي فهمتي، ملي كتدخلي ملي كتجي للدار كتجي مضروبه، يعني شي واحد في الزنقه اللي كيضربك، حنا ما ضربناك ما تعدينا عليك. ايوا المهم كانت كنشكر المغاربه بزاف اللي عاونوني وقفوا معايا، وكل ما هما فهمتي ما كنتش غنوصل للمرحله، كنشكرهم بزاف، كنشكر جلاله الملك وحفظ الله. كنزه اليوم كنتي كتنتظري النهار كله وانت كتسناي في هذا القرار هذا، شنو كنتي كتوقعي؟ صراحه كنت خايفه، قلت يمكن انا نقدر فهمتي، نقدر زعما حيت هما لاباس فهمتي عندهم نفوذ يقدروا انا اللي نعتقل، ماشي هما. وكيل الحمد لله انت تعتقلي زعما، وكيل الحمد لله حيت زعما عندهم نفوذ يقدروا فهمتي، يقدروا يديروا اي حاجه فهمتي، يجيبوا شي ما بقاش في هذا البلاد فهمتي، يقدروا يجيبوا شهود مزورين ولا شي حاجه. ولكن الحمد لله كان معايا المحامي سي نعيمي، الله يكثر خيره ويوقف معنا الله يكرمه، وعاش الملك. كيفاش حسيتي ملي سمعتي خبر الاعتقال؟ صراحه واحد الفرحه ما كايناش، عمرني ما حسيت بها، يعني ارتحت واحد الراحه اللي عمرني ما حسيت بها من قبل، ربي يخليك. خدوج اليوم وانت مع بنتك الحمد لله، اشنو كنتي كتوقعي انت؟ وليدي واخا هكا جالسين وخايفين، وما خايفين بحال اللي ما داير والو ما غاديش يخاف، انا كنقول الحمد لله ما دايرينش علاش نخافوا، وجالسين عتا وكيل الملك الحمد لله دار خدمته، والشرطة كلهم داروا خدمتهم، ما زدنا ما نقصنا، داك اللي داكشي اللي كاين قلناه، ما زدناش شي حاجه من روسنا، كيشوفوا داكشي هو هذاك، ماشي زعما زدنا شي حاجه من روسنا اللي كاين تقال، اللي كاين تقال ما حزناش شي حاجه زعما ولا زدنا شي حاجه، داكشي اللي كاين قلناه ما عندناش حنا. سمعتي خبر الاعتقال باش حسيتي يا خدو؟ وصاه ما عرفت راسي نخرج ولا نبقى تما، ما عرفت الباب فين هو، ملي ما عرفت الباب فين كاين، بغيت دختي ضغط والله الا بغيت نرجع باللوران، قالت عاد يقول لي واحد السيد راه كان تما واحد لاجوندار، قال لك ها الباب ها الباب، بغيت نرجع باللوران نطلع في الدروج، قال انا خاصني نهبط انا بغيت نطلع. سبحان الله العظيم داك الشيء اللي حسينا به، ما كنشكروا المغاربه اللي وقفوا معنا ودعمونا الله يشكرهم بخير، وكنشكر كاع السلطات وكيل الملك اللي توقع معنا، وعاش الملك بلادنا. المعامله ديال السيد الوكيل كيفاش كانت معاه؟ مزيان تعامل معنا مزيان، وكيتصنت لينا وكيشوفنا اشنو كنقولوا، كيشوف البنت الدموع في عينيها وكيشوف قداش تتوقف وكتهضر، قال لك سبحان الله العظيم هذه البنت راه كون كان شي حد بحالها قال لك راه ما ينورش، قال لي سبحان الله هذه القوه اللي عطيها لي الله، قال لي سبحان الله العظيم، قال لي هذا الشيء من عند الله، مهيبه من عند الله، قال لي في هذه البنت اللي حالتها عندها الكسور في اي جهه، قال لي واقفه وكتهضر، بقى كيشوف والله الا بالفعل هذا هو العجب العجاب اللي استغربوا ليه المغاربه كاملين، اللي كتعاني منها كنزه الا انها واقفه ومع ذلك كانت كدير الشغال ديال الدار، وهذا الشيء بشهاده حتى ديال الام المشغله. السيده كانت كتشتغل الى اخر يوم، كتشتغل رغم ذوك الكسور اللي قالوا الاطباء. اليزيدي نعيمي اليوم جيتي كتآزر كنزة، اليوم غنشوفوا معاك الجانب القانوني يا استاذ، احكي لي اليوم راك بالجوع بالعطش من الصباح من 9 الصباح كاع في الهواء سوا ياك استاذ، احكي لي شنو اللي وقع اليوم. فاليوم كان يوم تاريخي كما كنقولوا في ميزان الحق والمساواة أمام القانون، احنا دولة الحق والقانون، فاليوم كان يوم تاريخي كما قلت، هذه الإنسانة الضعيفة اليتيمة الأب
اليوم استرجعت جزء من الحق ديالها كما كنقول، لانها عانت واحد الويلات والويلات. فراه التقرير الطبي راه خطير وخطير جدا الزميل ديالي عبد الكبير. فالتقرير الطبي راه فيه ضربه، هو كسر على مستوى اليد وكسر على مستوى الجهاز الهضمي وكسر على مستوى مفاصل الظهر وكسر على مستوى الراس وكسر على مستوى الانف وايضا اصابات على مستوى الاعين. وكاين امر خطير جدا هو ان الاذن ديالها ممكن انها تواجه واحد خطوره كبيره، انها تواجه الصم كما كنقول، تولي مابقاش كتسمع من الاذن ديالها. عاهه مستديمه انها. وكانت اسئله السيد وكيل الملك سولها واش قال لي واش ما كنتي كتسمعي من ودنا، قالت لي كنت كنسمع بها، دابا راه ما كنسمعش بها. فالتقرير الطبي النهائي ولا يحسم هذا الموضوع، واش كاينه عاهه مستديمه ولا ما كاينش عاهه مستديمه. باش نوضحوا هذه المساله ديال التقرير الطبي، التقرير الطبي ديال النهائي جوله باقي، ما كاين على حساب عده اصابات. راه السيده ما كتعانيش من اصابه واحده، راه كون كانت اصابه واحده غيكون تقرير طبي نهائي. كاين اصابه مثلا على مستوى اليد، راه كتوضح لك انها كتعاني من الكسر المزدوج على مستوى اليد الامنى، ولكن الاصابه اللي في الاذن عفوا، هذه الاصابه ما يمكنش تكون تقرير طبي نهائي على مستوى هذا الاسبوع ولا الاسبوع المقبل، فخاصها وقت باش كتبان واش فقدات العاهه المستديمه، ولا ممكن ان ذاك الاصابه تصلح من بعد وانها تسترجع القدره ديالها والحاسه ديالها انها تسمع مزيان في ديك الاذن ديالها، ولا ما غتسترجعش لهذه الحاسه نهائيا. فكما قلت عانت ويلات الضرب والجرح والعنف، وكما كنقول فاليوم تنصفات وخذات جزء من الحق ديالها. فهي عانت من واحد كما كنقولوا مشات ان الام ديالها كانت مريضه بغات دير واحد العمليه، قالت نمشي نساعد الام ديالي ندير هذيك العمليه نخدم عليها. فعانت العنف والضرب والجرح والاهانه والسب والشتم، ولكن الحمد لله عندنا القانون في البلاد، فكانوا شهود بالخصوص، كانوا شهود اكدوا واحد الواقعه اللي هي واقعه خطيره جدا، ان السيده اللي كانت المتهمه الاولى كانت كتدعي انها قاضيه التحقيق في احدى محاكم المملكه. هذا امر عاري من الصحه باش ناكدوا هذا الامر، انه عاري من الصحه تماما، غير صحيح، غير صحيح نهائيا. السيده لا تشتغل في سلك القضاء ولا علاقه لها باي قضاء، لا من قريب ولا من بعيد. وايضا ادعت ان الزوج ديالها كولونيل وانه يشتغل في كما كانت في القوات المسلحه الملكيه. فهذا الامر ايضا كاين شهود على هذا الشيء، شهود اكدوا انها كتقول لهم انهم هي قضيه التحقيق وان زوجها كولونيل، ولكن هي بطبيعه الحال هذا الامر غاري من الصحافه. زوجها هو تاجر كيمارس التجاره، وهي ايضا كما كنقولوا ربه بيت، ولكن ربه بيت وجهات السيده الضعيفه الهشه كما كنقولوا. هذو هما الانسانه جايه من الباديه ما عارفه والو، سمعت اسماء كبيره خافت، قلت لك انا كنتعرض للضرب والجرح وما كنقدرش نخرج من الدار، علاش خايفه لا دير لي شي حاجه؟ فانا وضحتها، حاولت نوضحها ونوضحها ان شاء الله، وضحتها لها هي وحاول نوضحها ان شاء الله المحكمه ملي تحل الملف في المحكمه. نوضح لها السيده كانت فاقده القدره كما كنقولوا، مسلوبه الاراده، راه ما قادش تهرب، راه مسدود عليها الباب، بعد ما كتسخر ولكن كترجع. علاش خايفه؟ كتقول لك انا، راه السيده كتقول لي الا مشيتي هربتي من هنا غنصيفطك الحبس انت وداركم وعائلتك كامله، انا راه عندي قدره نصيفطك الحبس. انسانه جايه من الباديه ما عارفه والو، كتسمع هادشي كتخلع، كتبرك تصبر، كتاكل العصا يوميا. قالت لك واحد الامر اللي خطير جدا وعاودته لي انا، وصراحه حزنني بزاف. قالت لي واحد المره انا كنت كما كنقول درت واحد الغلط، غلط ماشي غلط انه درت شي غلط كبير، انا ما سخناش العشاء مثلا بحال هكا، هذا هو الغلط، هذا هو اكبر مشكل اللي قدر دير هاد السيده، ما سخناش العشاء، سخنات العشاء اكثر من القياس. قالت لي المشغله ديالي، قالت لي انا ما غنضربكش اليوم راني عيانه، ملي غيجي الزوج ديالي غنحرشوا عليك وان شاء الله هو اللي غيتكلف بك. وعاودت بزاف، عاودت لي بزاف بعدها، قالت لك كسر المستوى عند السن ديالنا، نسينا هذا الامر، ان تلقات لك ما من قبل المتهم الثاني لك على مستوى الوجه، زوج المتهمه الرئيسيه. ايضا قالت لك انا كنت تضرب الكوكوط، كنت تضرب المقله، كنت تضرب بقرعه ديال الخمر. فهذا امر خطير، ان كتقول لك ان المتهم الاول المتهم الثاني عفوا كيحتسي الخمر، وملي كيسالي بعد مره كتقول لي ديري لي شي حاجه ولا تسخري لي شي حاجه كنتعطل عليك، قدر يضربني بقرعه يشيل عليا بقرعه. فهذا الامر خطير وخطير جدا، ولكن الحمد لله عندنا نيابه عامه في المستوى الرفيع، وكنوجه لها تحيه من هذا المنبر، لانها حسات بهذه المواطنه، حسات بحجم المعاناه اللي عانته. عندنا رجال درك ملكي في المستوى الرفيع ايضا، لانهم بحثوا وبغاو يوصلوا الحقيقه. كان بحث دقيقه استاذ طبيعه الحال، لانهم سمعوا الحقيقه وسمعوا جزء من الحقيقه كما كنقول، ما عند كنزه، بغاو يبحثوا ويوصلوا الحقيقه باش المتهمه الاولى كانت بصح مظلومه ولا شي غلط اخر تبان الحقيقه. بحثوا
سولوا الشهود، سولوا الحراس المنازل، سولوا الإقامات، داروا تنقلات لمراكش المنصورية، مشاو كانت تنقلات كبيرة الأسبوع، كان واحد العمل شاق بالنسبة للدرك الملكي، تنقلوا لمراكش، تنقلوا المحمدية، سولوا الشهود، جاو حصلوا على شهود ليأكدوا الواقع أن واحد المرة كانت تعرضت للضرب، وهذا الضرب اللي تعرضت ليه هربت من الدار وتبعتها المتهمة الأولى كتقول لها رجعي، ورجعتها بالزمنة. هذا شاهد جاء قال القضية، فأكدت لي الكنزة قالت لي راه كان شاهد وأكدت الواقعة، وقال لهم راه بصح هي راه تضربات وهربات، وملي هربات جات المتهمة الأولى وجابتها ورجعتها للدار. فكما على ذكر الشهود أستاذ، واش كاينين شهود اللي عاينوا واقعة الضرب؟ فصعيب نقولوا ان كاين شهود وعاني وواقع الضرب، لان لا واش كاين في الملف شي شهود؟ لا باش نوضحوا الحق الامور، ما نمشيش وما نمروش المغالطات اللي تكون مغالطات خطيره، والراي العام يقدر ما توصلوش بالطريقه اللي خاصها توصلوا بها. فالدار ديالهم راه كاينه الزوجه والزوج وهاد السيده. السيده شنو الطريقه اللي بالنسبه لك انت السي عبد الكبير انها تقدر تثبت انها كانت كتعرض للضرب والجرح والعنف كامل؟ فالواقع بالنسبه لينا حنا الطريقه الاثبات الوحيده ان السيده راه ما كتخرجش من الدار، لا كانت تعرضت شي ضربه، تعرضت ليه في الدار وكانت باركه في الدار، والسيده راه ما كتعرف حتى حد هنا في كازا ولا في المنصوريه، باركه في الدار ما كتخرجش، تعرضت المستوى واكثر من ذلك. نقولوا حنا الضرب، ودابا سولتينا السؤال لربما لا. انا استاذ ماشي انا كنقول واش الابحاث درس الدرك الملكي واش وصلوا لشي شهود اللي كياكدوا الواقعه ديال الضرب؟ هذا هو السؤال. هو بطبيعه الحال دابا كتسولتيني سؤال نجاوبك بتلقائيه وبعد حضروا بالصدفه قدام الباب قدام كيف يمكننا نتصوروا زوجه وزوج عايشين عندهم الابناء ديالهم وعندهم خادمه ديالهم غيحضروا شهود؟ كيفاش غيحضروا الشهود يدخلوا معهم الدار يحضروا الضرب ولا شنو؟ لا كانوا كيحضروا الضرب راه ديك جريمه اخرى، لا كاين شي شاهد كيحضر الضرب وما كيبلغش النيابه العامه ولا ما كيبلغش الدرك الملكي ولا ما كيبلغش الامن الوطني، فحنا كنتحدثوا على جريمه اخرى وخاص داك الشيء عدم التبليغ، عدم تبليغ عن جنايه ولا عن جنحه يعلموا بوقوعها. يعني مستحيل نتخيلوا ان الشهود غيكونوا باركين معاهم في الدار، هذه تكون صعيبه. نمشي معاك بعيد، واقعه الاغتصاب ولا واقعه هتك عرض كيكون الطرف الاول والطرف الثاني، كيف يمكن اننا السيده تعرضت للاغتصاب والعنف وانتبهتوا هذه الواقعه؟ غتقول لي حق التحليل الطبي واجراء طبي انه ممكن يثبت لنا واقعه الاغتصاب. امشي معاك بعيد ان ديك السيده ممكن انها تكون اطار الحريه اللي كيمنحها لها، ماشي نقول حريه قانونيه لان كاين عندنا النص اللي كيعاقب العلاقات الغير رضائيه، ولكن نقول لك الحريه اللي كتمنحها نفسها انها بغات تمارس علاقه مع شخص اخر، انها مارست مع الربعه علاقه وجات مع السته تعرضت للاغتصاب، السيده كيفاش قدرت تثبت عمليه الاغتصاب؟ فكنزار كل الشهود كياكدوا الواقعه ديال ان هنالك انتحال صيفه، وايضا هنالك واقعه ديال الضرب، والتقارير الطبيه كتاكد هالشيء، وان شاء الله راه كما قلت الميرف الله تحال الجلسه، وان شاء الله الحقيقه حقيقه المطلقه غتبان ان شاء الله، وكما كنقول لك كنزه غتاخذ جزء من الحق ديالها باذن الله. استاذ اليوم من 9 الصباح حتى ل 9 الليل، علاش هاد التعطيله كامله؟ فهذا الامر كياخذ اجراءات، وكنقولوا الله يحسن العوان النيابه العامه، عندهم ناس بزاف، راه بعض المرات راه كتقول الله يحسن العوان، راه كاين النواب وكاين كل شيء، ولكن بعض المرات ملي كتجيك 100 مسطره كتجيك 50 مسطره، شنو تقدر دير؟ ماشي مساله ديال الملف ماشي عادي ولا لا عادي جدا، اجراءات كانت عاديه. لا نهائيا اجراءات عاديه، بعض المرات حنا راه في اطار العمل ديالنا اليومي المحاكم، راه بعض المرات كنخرجوا في منتصف الليل ولا في الساعات الاولى من الصباح، فامر عادي جدا. فشي لا يدعو على الشكل الريبة، وكنقولوا للمواطنين ثقوا في المؤسسات ديالنا، الحمد لله عندنا مؤسسات في المستوى الرفيع، فثقوا المؤسسات ديالنا والحمد لله بانت الحقيقه اليوم، وان شاء الله وان تنصروا الحق فلا غالب لكم. الحمد لله. اعزائي المشاهدين، الحمد لله المغاربه كاملين داروا واحد شيء ماشي غريب. علاش؟ لان اللي كنسميوها باللغه العاميه الخادمه اللي هي المساعده البيت فتعتبر جزء من العائله، هذا الشيء متعارف عليه عند العائلات القدام، فهذيك المساعده هي اللي ربت الاولاد وهي اللي قرات وهي اللي كسات وهي 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 وهي، وتقدر تموت الزوجه وتبقى هي اللي مقام هذيك الام. وكاين الناس اللي كيعترفوا بهذه الخدمه ديال هذه السيده وكيكافئوها، كاين الناس اللي دخلوهم في الورد، كاين الناس اللي جزاوهم جزاء كبير، كاين اللي زوجوهم، كاين 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 كاين. هذا هو اللي دفع المغاربه يتحركوا وتحرك العاطفه ديال المغاربه على كنزه. كنزه
الشابة اللي خرجت كتحكي حجم المعاناة اللي كانت كتعاني مع المشغلة. اليوم القضاء كينصفها شيئا ما، الجزء الأول ياك أستاذ من 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 القضاء اللي هو النيابة العامة كتنصفها بالاعتقال ديال المشغلة والزوج ديالها. أستاذ إمتى الجلسة؟ جلسة نهار الخميس إن شاء الله على الساعة الواحدة غدا. غدا إن شاء الله على الساعة الواحدة. جلسة علنية أستاذ ولا قاضي تحقيق؟ لا لا علنية، حضورية، بحضور يمكن لكم تحضروا، يمكن كافة المواطنين اللي بغاو يتضامنوا مع كنزة يمكن لهم يحضروا، فهي جلسة علنية حضورية في إطار حق في حضور الجلسات وداك الشيء، فلا يوجد ما يمنع أيضا الحضور. فإن شاء الله غدا تكون الجلسة الأولى وإن شاء الله باقي الجلسات إن شاء الله وتبقى الحقيقة المطلقة بإذن الله. فالملف باقي مستمر أعزائي المشاهدين، لازلنا معكم في التغطية ديال هذا الملف اللي خلق واحد ضجة كبيرة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. الجالية المغربية في كل بقاع الأرض كتسول على المصير ديال الكنزة، واش هاد المشغلة غتعتقل ما تعتقلش، واش نيت بالصح عندها نفوذ ولا لا، واش بالصح كانت في سلك القضاء ورجلها كولونيل، هادشي كله ما منوش. فالثقل كبيرة في المؤسسات ديالنا، ثقل كبيرة في القضاء ديالنا، وكنرفع القبعة رجال الدرك الملكي اللي خدموا واحد الخدمة اللي المغاربة كاملين كشكروهم عليها، رجال الدرك الملكي اللي ما خلاو حتى شي ثغرة، داروا أبحاث دقيقة ومعمقة من أجل إيفاء البحث في هذا الملف. أعزائي المشاهدين ما غاديش نطول عليكم، كان معكم في التعليق الحراب عبد الكبير، إلى اللقاء.